وبخصوص حصيلة إخوانكم بمجلس النواب الذي يعتز الحزب برئاسته في شخص رشيد طلبي العالمي، شخص فقد كانت حصيلة إيجابية مطبوعة بالعمل الجدي المتواصل سواء داخل اللجان أو في الجلسات العمومية، والذي يؤكده جانبان: من جهة حجم النصوص التي تم الاشتغال عليها وإخراجها، ومن مرة أخرى ومن جهة أخرى فعالية عصرنة تدبير المؤسسة وابتداع الحلول المناسبة للإشكالات التقليدية التي تعاني منها. ويمكن أن أؤكد بافتخار شديد بأن أخونا رشيد طلبي العالمي أحدث رجة جديدة في العمل البرلماني، جانب أعتبر ما سهلش تحيد الورق، خصوصا في الثقافة البرلمانية. في الثقافة البرلمانية باش تحيد الورق كاين صعوبة، ولكن اليوم كل شيء عنده ايباد ديالو، كل شيء كيتوصل بداك الشيء اللي خصو يتوصل به في حينه، والصدع كذلك أن يعمل في اتجاه الحفاظ على الحوار الإيجابي والنقاش الإيجابي داخل المؤسسة البرلمانية رغم الاختلافات أو الخلافات الطبيعية ما بين الأغلبية والمعارضة. فهذه المرحلة الدقيقة بالضبط أنك تؤدي هذه الوظيفة، هذه معنى هذا أنك ساهمتي في جعل المؤسسة البرلمانية التي ينظر إليها المواطن، ينظر إليها الرأي العام الدولي، كمؤسسة ناضجة، مؤسسة تشتغل في اتجاه احترام الضوابط المرتبطة بالقانون الداخلي للمؤسسة البرلمانية. إذن هنيئا لكل ما أسهمت فيه إلى جانب أخواتنا وإخواننا في البرلمان. كذلك الأمر بالنسبة لفريقكم بمجلس المستشارين الذي قام بأعمال ومبادرات في مختلف المجالات التي تدخل في اختصاصات هذا المجلس الموقر رغم قصر المدة منذ التركيبة الأخيرة.